أكد وزير المالية أحمد كوجك أن هناك ثلاث أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، وتشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية. وأضاف الوزير في جلسة الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والنقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن أن مصر تتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافاً للاستقرار المالي.